كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد سلم عقود وحدات سكنية للمستحقين بمدينة أكتوبر الجديدة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث أكد مدبولي أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية كون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة.